سيد رضوان قاسم، يفترض أن القارة الأوروبية على مستوى التركيبة الديموغرافية فيها تعاني قدرا من الشيخوخة، بات ربما مقلقا لكثيرين من قادة هذه الدول. لماذا يتم التعامل مع قضايا الهجرة باعتبارها خطرا داهما يهدد الأمن الديموغرافي والسكاني في هذه الدول؟ أولا اسمح لي أن أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديكم الأعزاء. واقعا هذه المشكلة قديمة جديدة، ليس بجديد. الخلافات الحاصلة اليوم بين دول الجنوب ودول الشمال، وخاصة أن دول الجنوب كما ذكر منذ قليل ضيفك الكريم أن الدول الدفاع الأول أو الخط الأول الذي يستقبل هؤلاء المهاجرين أكان من الشرق الأوسط أو أكان من أفريقيا، وهذا ما جعلهم يعانون أكثر من غيرهم من الدول. إلا أن اللاجئ الذي يأتي أو المهاجر الذي يأتي أوروبا دائما يرغب بالتوجه نحو الشمال، نحو الدول الغنية، ولا يريد البقاء في الدول الجنوب الأقل غنى، ولعدم وجود فرص عمل، لعدم وجود تأمين صحي ويعني مسائل اجتماعية يعني كما هي في الشمال مثل ألمانيا وفرنسا والدنمارك والسويد وإلى ما هنالك. المشكلة أن في هذه بين هذه الدول الأوروبية هنالك الكثير من المتناقضات والكثير من تضارب المصالح. يعني على سبيل المثال الدول في الشمال ومنها ألمانيا مثلا تحتاج إلى المهاجرين، لكن أي نوع من المهاجرين؟ تحتاج إلى اليد العاملة، تحتاج إلى الحرفيين والمهنيين، تحتاج إلى الأطباء والمهندسين يعني ذات الدراسات العليا، لا تحتاج إلى مهاجر ويعني لا يعمل بل يبقى على يعيش على حساب الدولة وتصرف عليه كل أموالها. لهذا السبب هنالك مشكلة في هذا الموضوع، حيث أن الذين يأتون من الجنوب من المهاجرين تصدرهم الدول الجنوبية مثل اليونان مثل إيطاليا وإسبانيا وإلى ما هنالك، تصدرهم إلى الشمال. هنالك قانون في الدول الأوروبية، وهذا ما يعني وقع الخلاف عليه وبشدة، أن هذه الدول في الشمال تريد إعادة اللاجئ أو المهاجر إلى الدولة التي وصل إليها منذ البداية، يعني بمعنى آخر تريد عودتهم إلى دول الجنوب الأقل اقتصادا والأقل غنى. لهذا السبب هذه المشكلة وقعت بين الشمال والجنوب حيث تغيير القوانين، لأن القانون الذي لكن سيد رضوان يعني دول الشمال أو الدول ذات الوضعية الاقتصادية الأفضل لا تريد أن تتحمل عبء هؤلاء المهاجرين، خصوصا إذا كانوا مهاجرين غير نظاميين، وفي ذات الوقت لا تريد تحمل الأعباء أو تقاسم الأعباء تبعا لاختلاف حجم الضرر مع دول الجنوب، وهذه أيضا مسألة تبدو غريبة. صحيح صحيح تماما، هذا هو نقطة الخلاف ونقطة جوهرية، أن دول الشمال الغنية والتي بحاجة إلى يد عاملة لا تريد أي مهاجر يأتي إليها، تريد نوعية معينة من المهاجرين، وهذا ما يفترض أن تستقبلهم عبر دولهم أو عبر سفرائهم يعني سفراتهم التي تفتح باب الهجرة، لا أن تستقبلهم بما يأتي اليوم إلى دول الجنوب الأقل اقتصادا وكثير من البطالة لديهم وإلى ما هنالك. الخلافات الواقعة اليوم أن هذه الدول التي تأتي يعني المهاجرين الذين يأتون من الدول الجنوب نحو الشمال يعادون إلى الجنوب، والمشكلة الأكبر أن الدول الشمالية الدول الغنية بالأحرى لا تريد أن تتحمل عبء المصاريف لهذه الدول التي تقع عليها الأعباء الكبرى بمصاريف هؤلاء وتكاليفهم. لهذا السبب وقع الخلاف، حيث أن مثلا أعطيني على سبيل المثال اليونان وإيطاليا والدول وإسبانيا هم الدول الأكثر تضررا من الهجرة، لكن لا ينالون المساعدة المطلوبة كما يجب إلا القليل القليل عندما تتوفر الفرص لبعض الدول الشمال أن تساعد. نعم. هذه الدول في الجنوب حيث معلش أنا لم يعد أمام مزيد من الوقت سيد رضوان، ووصلت هذه الفكرة معلش.